معايا الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الانتاج الحيواني، هيتكلم معايا عن اهم التوصيات في محور الاقتصاد وملف الزراعه. كان مشارك في جلسه الحوار الوطني يوم الثلاث. دكتور طارق، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا استاذ ماهر، واهلا بكل الساده مشاهدينك الكرام، كل عام وحضراتكم مواصل كل خير. وحضرتك طيب يا دكتور. يعني الحقيقه حضرتك كنت مشارك يوم الثلاث في الحوار الوطني في المحور الاقتصادي في ملف الزراعه، واتكلمت في كلمه مهمه جدا في الحوار في الجلسه، وذكرت بعض التوصيات. عايز حضرتك تقول لي يعني اهميه هذه التوصيات وتوصيه او اثنين منهم الحقيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن احنا وضحت تولي فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد في 2014، واحنا شايفين الزياده السكانيه المتلاحقه والمتعاقبه والتي لا يوازيها زياده في تعداد الثروه الحيوانيه. وبالتالي كان لزاما علينا والبحث عن وسائل لتنميه وزياده معدلات اداء الحيوانات المزرعيه والثروه الحيوانيه اللي موجوده عندنا من خلال عده محاور، ودي كانت الاهتمام الغير مسبوق، سببا في الاهتمام الغير مسبوق من القياده السياسيه بالتنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والدجاجه. ويمكن ده تمثل في العديد من المشروعات والبرامج، هقول لحضرتك اهمها في عجاب. لما نتكلم على التوسع في المشروع القومي للبيتيلو، واحنا عارفين ان المشروع القومي للبيتيلو بدا بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه فقط عام 2017، النهارده الحمد لله تم تمويل ما يزيد عن 7 مليار و800 مليون جنيه. استفاد من المشروع اكثر من 42 الف مستفيد من الشباب وصغار المربيين في قرى مبادره فخامه الرئيس حياه كريمه لتربيه وتسمين يمكن ما يزيد عن 486 الف راس من المشي، سواء كانت عجول محليه او مستورده او عجلات عاليه الانتاجيه. وحضرتك عارف باختصار ان المشروع القومي للبيتيلو هو منع ذبح الحيوان في وزن اقل من 100 كيلو جرام ولا يذبح قبل 400 كيلو جرام. هنا نسبه التصاصي بتزيد ومحصول اللحوم من نفس الراس بيزيد يمكن لاربع خمس اضعاف من كميه اللحوم اللي ممكن اتحصل عليها من نفس الراس. الحقيقه انا عارف ان انت في العاصمه الاداريه الجديده ووقتك يعني ضيق يا دكتور، وقلت لي انا هدخل معاك في مداخله، فقول لي اهم التوصيات ايه علشان ما اضيعش وقت حضرتك. طب اتكلمنا على مراكز تجميل الالبان والتوسع في انشائها والحمد لله، وقلنا احنا وصلنا دلوقتي ل 282 مركز تم تطويره منهم 41 تبع مبادره رئاسيه. اتكلمنا على التحسين الوراثي المهم جدا لسلالاتنا المحليه وتنصيرها من خلال التهجين والخلط مع السلالات الأجنبية عالية الإنتاجية. اتكلمنا على أن الدولة فتحت أفاق للاستثمار الدجاني في الظهير الصحراوي بعيدا عن زحام الوادي والدلتا، وقلنا أن الدولة بالفعل وفرت الدعم اللوجستي والفني والمالي لتطوير مزارع الدواجن بقروض ميسرة. واتكلمنا عن اعتماد مصر من الدول التي تعتمد المنشآت الدجانية المعزولة طبقا لضوابط المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه، واصبحنا قادرين على تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من الانتاج الدجاني. واتكلمنا كمان على توفير الدعم المالي والفني للاسر الاكثر احتياجا في قرى المبادره الرئاسيه حياه كريمه، وتم توزيع عجلات عاليه الانتاجيه محسنه وراثيه كمنحه كامله لا ترد، او بيتم الدعم بثلثي القيمه وبيساهم المستفيد بالثلث المتبقي بقرض بنك ميسر. دكتور طارق سليمان، زي ما حضرتك عارف كان لزاما علينا توفير بعض العوامل الداعمه زي الاهتمام بملف الاعلاف، واحنا شفنا قد ايه بيدار على اعلى مستوى وبيتابع من القياده السياسيه ودوله رئيس الوزراء. الحقيقه كلمه حضرتك كانت مميزه في الحوار الوطني. الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الانتاج الحيواني، بشكر حضرتك جدا على المداخله معانا.